بسم الله، هنشوف ازاي نعمل مع بعض الويند روز ظاهرة الرياح ونحدد تواريخ معينة. فأول حاجة هعملها إن أنا أقول له افتح لي الملف اللي هو أوبن ويزر، أوبن ويزر أهوت، تمام. وبعد كده أقول له بولين دول، وأقول له وصل ده بده، وهبدأ أديله الملف اللي هو عايزه. ده الملف الخاص بمصر. وبعد كده هختار من هنا import، ممكن تختار import weather file import اهو. هبدأ أديله الملف، هو يبدأ ياخد المعلومات دي كلها هنستخدمها بعد كده، تمام. طيب بعد كده من visualization هقول له انا عايز ladybug wind rose، وهبدأ اديله المعلومات. يعني هقول له مثلا احنا عايزين اخد الويند سبيس، ويند سبيس، ويند دايركشن، ويند دايركشن، تمام. وخد الملف دوت، وابدأ احدد له بقى الوقت اللي هنعمل عليه المحاكاة. بعد كده عايز اقول له حدد الفترة اللي هيعمل عليها الاناليسيس، فاجي هنا في الاناليسيس واختار اناليسيس اول واحدة اهيت، تمام. هبدأ اقول له من فروم مانس كذا ل من شهر كذا شهر كذا، تمام. فابدأ احدد اهوت، ده اناليسيس بيريد اهيت، وابدأ اديله بقى المعلومات. يعني هاجي هنا بعد كده هبدأ اديله الاشهر، يعني اقول له مثلا من شهر 2 تمام، من شهر 2 لشهر 2 لشهر مثلا 11، تمام. وكذلك الأيام، فهو يبدأ يظبط ظاهرة الرياح على المعلومات ديت. الأول كان كاتب من 1 يناير، دلوقتي بقى كاتب من 1 فبراير، دلوقتي هيعدل ديسمبر دي للشهر 11. وكذلك تقدر تعمل فروم داي، فروم هاور، زي ما انت عايز. او لو جيت تبص كده هتلاقي هو كاتب 1 فبراير ل 30 نوفمبر.